أعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط إعادة انتخاب البروفيسور الدكتور ميشال عبس أمينا عاما للمجلس في ولاية جديدة لمدة 4 سنوات. جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط المنعقدة في ضيافة دير سيدة البلمند البطريركي للروم الأرثوذكس ومعهد القديس يوحنا الدمشق اللاهوتي بلبنان. وفي سياق متصل، تقدم نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالتهنئة لدكتور ميشيل عبس بمناسبة تجديد الثقة به وإعادة انتخابه أمينا عاما لمجلس كنائس الشرق الأوسط لولاية جديدة تستمر ل4 سنوات. كما هنأ المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي رئيسا ومديرين وعاملين دكتور ميشال عبس لإعادة انتخابه أمينا عاما لمجلس كنائس الشرق الأوسط.